ومعي ايضا النقيب دكتور اشرف زكي، يعني اللي دايما بيبقى موجود في الصعب قبل الحلو. دكتور اشرف، يعني انا عايزه اكلمك على حاجه تانية، مش على الوجع والحزن، على الشماته. والنهارده كان في بوست لمنى شلبي مؤلم الحقيقه، بتقول يعني بتهاجم كل هؤلاء الشامتين اللعينين، اللي هم انا مش فاهمه هم شمتانين في ايه. شايف ده ازاي؟ والله اولا خلينا طبعا يعني نتقدم بواجب العزاء الفنان الكبير الاستاذ حسن يوسف والفنانه الحاجه شمس البارودي، وده مش مستغرب على قله اعداء الوطن، مش عايزاهم يبقوا اعداء البشر، دول اعداء وطن. يعني وفي شماته في الموت، مفيش شماته في الموت، انما يعني الحمد لله على كل شيء. يعني انا شايف ان الناس دي ليست من نسيج الوطن وليست من تراب الوطن ومش ربتش من نيل مصر العظيمه، ودول اللي ممكن يكونوا مصريين لان المصريين جدعان ورجاله واخلاقهم يعني مشهود بيها في كل الدنيا. يعني طبعا النقابة كانت موجودة من الأول، ومن أول لحظة موجودة وفي كل الإجراءات، لكن أيضا الإنسان أشرف زكي كان موجود وسط الناس دي. والله انا لما طبعا يعني ده ابننا وابن استاذنا، وما ينفعش يعني في محنه زي دي ما نبقاش موجودين. اللي ربنا قدرنا عملناه في صمت شديد جدا جدا جدا، وقمنا بالواجب اللي بيتحتم علينا كاصدقاء وكابناء من الحاج حسن يوسف، وك يعني او عبد الله يعتبر ابننا. فالحمد لله ان احنا يعني قدرنا الحمد لله ان احنا نؤدي الرساله ونوصل الامانه يعني الى مثواها الاخير. يعني شكرا دكتور اشرف زكي، نقيب المهن التمثيليه. ايضا فنانه لبلبه كانت موجوده.